لو ما بطلتيش خيط روحي تنامي جنب النبوية تاني، انا معرفتش. ايه البوست اللي انتي مشيراه ده يا حبيبتي؟ اني واحد فيهم يا طنط بالظبط؟ انا مشيره كذا واحد النهارده. بتاع القطر يا رشا، استني اما اقراهولك. العانس القطر فاتها، لكن اللي اتجوزت القطر دهسها. قطر ايه اللي دهسك يا رشا؟ دي كوميكس يا طنط، يعني حاجات تضحك. كوم ايه يا حبيبتي؟ يعني مش انت اللي نشراه على صفحتك ولا حد سرق الاكاونت؟ لا يا طنط، انا اللي نشراه. وبعدين دي نكتة. وبعدين عايزة اقول لحضرتك على حاجة. حضرتك قلتيلي انك عمرك ما بتفتحي الاكاونت بتاعي على الفيسبوك خالص. انا شايفة ان حضرتك متابعاني، بس مع الاسف حضرتك عمرك ما عملتيلي كومنت ولا شير ولا لايك ولا اي حاجة. لايك على ايه؟ ده انت حاطة صورة كنت في فرح معرفش مين، عاملة ميك اب عجيب غريب. مين اللي عاملهولك ومالك عينيكي ملخمطة كده زي العفاريت؟ ماله يا طنط الميك اب؟ ده كل صحابي قالوا لي ان انا شكلي كان تحفه فيه. صحابك قالوا لك شكلك كان تحفه؟ وده دفع فيه فلوس طبعا. طبعا يا طنط، امال هعمله ببلاش؟ اه بفلوس ابني. طيب مضيعه فلوس ابني على الهبل. طروقه بيحب كده يا طنط. طروقه طروقه ليه كلام تاني معايا. المهم بصي بقى، بصي طنطك اسمها قايله لي ايه؟ بعتالي سكرين شوت على جروب الواتساب للبوست، ولقيت كل بنات العيلة معلقين، اللي تقول لي ينفع كده، واللي تقول لي ايه ده؟ هي مش سعيدة بطروقة، واللي تقول لي يا حرام يا حرام يا فريولا، ده باين على ابنك معذبها خالص، واللي تقول لي دي باين عليها من نوع الشكاي، وده نوع يطفش ما يعشش. كل ده عشان كوميكس يا طنط؟ امال لو كنت كاتبه فيلينج ساد او حاطه ايموجي اللي بيعيط كانوا عملوا فيا ايه يا طنط؟ كانوا قتلوني. ما تغيريش الموضوع، خش يا رشا امسحي البوست ونزلي صوره من جروب زوجي جنتي. حاضر يا طنط، وطبعا فيلينج لافد جنبها. على راحتك يا حبيبتي، بس قبل ما تحذفي البوست ردي الاول على اللي اسمه علاء، ده مكومنت عندك على البوست. فين علاء ده يا طنط؟ انا مش شايفاه خالص. اهو اهو قايلك كلنا في الهوا سوا يا حبيبتي. ازاي يقولك يا حبيبتي؟ ده لو طرقة شافها. دي آلاء مش علاء يا طنط. علاء آلاء مش موضوعنا، يلا ردي عليه. وردي كمان على سوسو والحمد لله والزهرة البرية، كلهم تعليقاتهم سخيفة. وبعدها دلتي البوست. حاضر يا طنط، أي أوامر تانية؟ لا يا حبيبتي شكرا. وبعدين يا طنط أنا كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة. بالنسبة للبوستات اللي حضرتك مشيراها وأنا ما اتكلمتش ولا فتحت بقي عليها خالص. إيه البوستات اللي أنا مشيراها دي؟ البوست اللي حضرتك حطاه اللي فيه بصلة، اللي بتقولي فيه الصورة التي أبكت الملايين. هو ده بوست دمه خفيف قوي على فكرة وضحكني جدا. وبعدين أنت متابعاني أنت كمان أهو، أمال ما عملتيش لايكات على صور رودي وولادها أما حطيتهم؟ بس بوست ايه اللي انت حطاه ده يا طنط؟ ابكت ملايين ازاي؟ صورة بصلة متقطعة. ايوه مش ما بتقطعي البصل بتدمعي وبتعيطي، ولا انت ايش عرفك؟ صحيح انت لا بتعرفي تطبخي ولا بتخشي مطبخ اصلا. يلا قومي يا حبيبتي روحي حضري الفطار لجوزك. يا طنط احنا عاملين حسابنا ان احنا هنفطر النهارده معاكم، انا مش مجهزه اي حاجه عندي في البيت. انت على طول مش جاهزه ولا مجهزه حاجتك. اهلا وسهلا يا حبيبتي، بس من حق ابني ياكل في سفرته وفي بيته. خلاص لو كده يا طنط اروح عند مامي افطر معاها هي ودعاء وسناء. ومامي عامله اكل النهارده ولا بواقي امبارح؟ بواقي ايه يا طنط؟ احنا بنطبخ كل يوم اكل صابح يوم بيومه. صابح يا خيبتك يا فريولا، يا وقعتك يا ابني، صبرني يا رب.